لاباس؟ كي درتو؟ لاباس عليكم، صحيحه لاباس، كلشي مزيان. اليوم نقدم معكم كي كتشوفوا تشيز كيك الجاهزه اللي كتباع، وبزاف البنات ما كيعرفوش الطريقه ديالها اللي كي كدار تستخدم. انا معكم البنات، غادي يلا نتشاركوا نوجدوها كاملين. كنحتاج فيها كاس حليب في الطبقه الاولى، في الطبقه ديال لا الطبقه ديال البسكويت كنحتاج الزبده، نخلطها بالزبده. والطبقه الثانيه كنحتاج فيها كاس حليب، والطبقه الثالثه كنحتاج فيها شويه نص كاس ولا كاس ماء. بقوا معايا وغادي نشوفوا الطريقه. وهو كتباع معاها، هو المول ديالها كيتباع معاها، وثلاثه ديال الشاسي، واحد ديال البسكوي، واحد ديال الكريم الوسط، وواحد ديال لا كريم اللي كيدار من الفوق. وبقوا معايا البنات، غادي ندير بسكوي نخلطو مزيان. ها هو البسكوي، غادي ندير معاه 400 غرام ديال الزبده. وانتوما وعينكم ميزانكم، خلط ديروها تخلطوها وتشوفوا العبار شحال غادي يفوتكم ديال الزبده. غادي ندعكها مزيان البنات هكا، ومن الاحسن تستعملو يديكم، تستعملو تاي انا يدي. غادي ندعكها مزيان بيدي، حسن بيديكم حسن البنات. جاهزة زوينة، يعني للمبتدئات اللي بسم الله. البنات انا غادي ندعكها بيدي، نعجنها مزيان. زيد شويه زبده عاود، وما كتدعكو نتوما كتشوفو قياسكم. رائحة زوينة ديال البسكوي، غادي نسرحها في المول، نسرحها مزيان في المول. غادي نجيب المول البنات، انا غادي ندعكها في المول ديالها اللي كيتباع هكا. بسم الله، نسرحها مزيان. كتأكدوا مزيان من الجوانب ديالها انها باش السائل ما يخرج لناش. دلكت مزيان هكا، صافي كان هكا. حاجه تشد راسها ما بين ما نخلطوا حنايا هذا البنات. بقوا معايا انا غادي ندخلها الثلاجه ما بين ما غادي نخلط الكريمه الوسطانيه. ملي نخلطو ها هي ندخلوها الثلاجه البنات. دابا غندير الكريمه، غادي نخفقها بالطراب الكهربائي
من 10 دقائق حتى 15 دقيقة، وكاس حليب. هاتا هي الكريمة ديالنا، خفقتها. غادي نجيب ديك من المجمد ديك البسكوي اللي درت، وغادي ندير عليها الكريمة ونردها للمجمد. بقاو معايا الفراغ اكثر من الجوانب البنات. هي جمدات، جمدتها هي دغيا كتجمد. عطيت لها غير شي ربع ساعه حتى في المجمد، ولكن دابا غادي ندير البنات. نجيب شويه د الماء، غير نص كاس ماء، شحال هنايا ها شحال درت ديال الماء. ها هو السوائل، 1/10 لتر اللي درت ديال الماء. صافي ونخلط. نحط مزيان الملعقة نخوي هنايا، كل صاشي مكتوب فيها بحال هادي، راه مكتوب فيها ديكوراسيون، اخرى مكتوب فيها البسكوي، والاخرى مكتوب فيها الكريمة. نخلط مزيان. غادي نجيب الصفايه، هو كل ما خلطتي كل ما كيعقد. صافي البنات غادي نجيب الصفايه، ها هي غادي نخوي. صافي كنسرحو كامل. كنردو المجمد ليش دراسو شي ونهبطو في الثلاجه لتحت. انا جبت ديال الفريز، كاين ديال هو خرج حاليا ديال ميلكا، شحال هادي ملي خرج ولكن هو الجديد. كاين ديال اوريو، كاين ديال الليمون حامض، ديال الليمون واعره وزوينه بزاف. حسنا تمشي تشري كريم فريش، تمشي تشري البسكوي، وتمشي تشري هذه 3500 كدير.
المبتدئات يبداو بهادي شويه بشويه. صافي انا داكتو مزيان غادي نخلي هذا هنا ما غاديش نديرو نخليه يطيح. صافي البنات ها هي غادي تشيز كيك ديالنا الجاهزه غادي نديرها تبرد ومنين غادي نحيد المول غادي نوريها لكم وبالصحه والراحه. ها هي غادي نحلها حداكم غادي تمشوا لهاد الجوانب هادو بجوج هادو هادو منا ومنا تحلوها هكا غير بشويه ودوزوا لها الموس منا مزيان باش تحل. سهولة هاهي هاهي البنات هاهي أنا حيدتها وتحيد غادي نديرها طبق تقديم بقاو معايا نديرها طبق تقديم ونقطعها لكم. البنات كنكمل نسرحها خويت كاع داك هذا كريم هنا وندخلها المجمد تشد راسها وندير الطبقه الاخرى كاع اللي كتحتاج غير السكاس هكامه نخلط فيها داك البرودوي وندخلها عاود تبرد وبالصحه والراحه. ملي غادي نحلها من المول غادي نوريكم الطريقه البنات. صافي البنات ها هي غادي ندخلها المجمد صافي وبالصحة والراحة البنات.